انا اسمي حلاوتها وعندي 17 سنه وعندي 5 اخوات. انا بشتغل بلم بلاستيك على عربيه كارو. عرفت الجمعيه اما جاتني ابله زمزم وابله سميه واستاذ علاء، قالوا لي في جمعيه مع عاملها ممدوح مكي بتعلم قرايه وكتابه وبتعلم خياطه وبتعلم كل حاجه. الحاجة ام زكي عندي 4 ولاد واحفادهم 13 عيل. عرفنا الجمعيه باختيار مدام زمزم من تحتتنا وخدت عيالنا ربيتهم هناك وبتعلمهم بالمشغل وخياطه وكتابه وقرايه ونجاره وكهرباء وحداده وكل خير ربنا عندهم. عندي 3 في المشغل كبار ولاد ولادي، كل دول بيروحوا حد وحد وجمعه، حد بعد بيجوا من هنا بيلعبوا ويوم الجمعه طول النهار. مصر القديمة المنطقة اللي أنا عشت فيها وتعلمت فيها حقيقة وبمارس حتى العمل الحر فيها، وعشت في كل مناطق المنيل وفم الخليج وأبو السعود، واهتمامي بالعمل العام وإيماني بدور الجمعيات الأهلية في خدمة المجتمع والتخفيف عن المعاناة التي يعاني منها المجتمع والمواطنين، المشاكل وحجمها اللي بيواجهوها في حياتهم اليومية. اهتمامنا بأن هذا الدور للجمعيات الأهلية يمكن أن يساهم كتير في تخفيف المعاناة والأعباء اللي بيعاني منها المواطنين في مواجهة مشاكل زي الأمية وتصرف الأطفال من التعليم وعمالة الأطفال اللي ألجأتهم الظروف الاقتصادية لأن لا يستمروا في التعليم وياخدوا حقهم الطبيعي في الحياة. ده اللي دفعنا ان احنا نقيم هذه الجمعية ونبدأ بمجموعة من الأنشطة المتمثلة في دار المناسبات لدار المناسبات الاجتماعية والأفراح وغيره، أيضا مجموعة فصول المحو الأمية اللي بتساعد الأطفال دول على انهم يعوضوا جزء من التعليم اللي فقدوه نتيجة تسربهم منه أو نتيجة لجوهم لسوق العمل، مساعدة منهم لأسرهم، وأيضا تعويضهم عن حقهم الطبيعي فأن ينالوا قسطا من الترفيه والرعاية الصحية والخدمات المختلفة كغذاء وغيره الاهتمام بصحتهم. ده اللي أدى إلى أن احنا ننشئ أيضا مجموعة من الفصول الخاصة بهؤلاء الأطفال إلى جانب مجموعة من مراكز التدريب اللي بتعلمهم مجموعة من المهن اللي يستطيعوا انهم يمارسوها الى ان تتغير الظروف ونقضي على عمالة الاطفال تماما، اتساقا مع سياسة الدولة في هذا الاتجاه. وحتى هذا الوقت وتحية هذا الحلم بنحاول نرعى الطفل العامل من خلال الانشطة المختلفة اللي احنا Thank you.
ترجمة نانسي قنقر.